السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم كاع تحضيرات عيد الاضحى، وبهذه المناسبه كنبغي نقول لكم عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير. بلا ما نطول عليكم ويلا هو نبداو مغامره اليوم. واول حاجه بديت بها هي التخمال، وغادي نبدا هنايا كيف كتشوفوا بالصالون. غادي نفطو مزيان وغادي نقادو ونصاوبو، وعاد ديك الساعه ندخل الكوزينه مع الام ديالي. فهمتوما معايا؟ فوالا، بعد ما قديت الصالون وصوبتو وها كيفاش جا، دابا غادي ندخل باش نعاون الام ديالي في الكوزينه. غادي نديرو شويه ديال الباري، شويه ديال الرغايف، شويه ديال روسكيتوس يعني الروسكوس، واللي حمقت ماما عليهم وقالت لي تم مره اخرى عاد نعملهم. قلت لها لا نعملهم دابا، وعملنا الكيكه. المهم اللي كتب الله غادي نشاركو معكم. فهمتوما معايا؟
كل شيء، يعني البغرير، الرغايف، الكيكه، روسكيتوس، غادي نصفهم في الطبيصله ديالهم وغادي نغطيهم حتى الغدا في الصباح باذن الله تعالى، وغادي نصور لكم طبله العيد ديالنا. بالتالي مشاهدي الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا اللوك، هذا كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. عواشركم مبروكة، عيدوا وتعاودوا بالصحة والهنا وطول العمر، ونلتقاكم بإذن الله تعالى في الفلوك الجاي. خليت لكم راحة، تبقاو على ألف خير.